لما كنت طالب في مرحلة ثانوية أذكر ولا زال موجود عندي بعض الكتب كنت أكتب فيها قبل بداية كل درس: اللهم وفقني، اللهم وفقني في دراستي، ووفقني لأكون طبيبا ينفع الإسلام والمسلمين. يا سلام. فأنا طالب في كلية الطب وفي السنة الأولى، وأريد أن أنافس المتخصصين في تخصصهم في الكليات الشرعية. مد يده فضربني على وجهي. كنت في الابتدائي، أنا معي مفتاح الإذاعة، يا سلام نشيط فمكلف بها. كنت أنا يعني في أول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي. صحيح أنا لست يعني مثل ما يقولون دافورا، لكني مجتهدا. قال: والله أنا الحمد لله ما بالله العافية، يمكن أنت غلطان يا ولدي. قلت له: لا، أنا أبغى أقرأ عليك. فقال ابنه هذا عبد الله الجار الله جاي من المدينة، قال: لا، أنا لا أقبل أحد. قال: يا بابا، هذا جاء من طرف الشيخ عبد الرافع رضوان. قال: وماله؟ ما رفض. وأنا كنت قايم أريد أن أغادر، التفت علي فقال: أنت طبيب؟ قلت: نعم. قال ولده: إيه يا بابا، هو دكتور. فابتسم ثم قال لي: اقرأ على بركة الله. الله، اللهم صل، إيد النور، إيد النور، اللهم صل على محمد.